عشان ما نقعدش نقول كلام يكون ملوش معنى عند البعض، عايزين نسمي الكونتورز اللي احنا هنستخدمها في مشوارنا مع الـ CRM او في مشوارنا مع الكمبيوتر بشكل عام. 90% من الاختيارات بتبقى باستخدام الكونتورز اللي هنتكلم عليها دلوقتي. ده التشيك بوكس. وايه الفرق ما بين التشيك بوكس والراديو باتون؟ تشيك بوكس ممكن اخد اكتر من سيلكشن، لكن راديو باتون بقدر اجيب سيلكشن واحد، زي في راديو كده بتقدر تجيب محطة واحدة في الوقت الواحد. جه بقى في الليست بوكس قال لك انا عايز اجمع، لو عندي عدد كبير قوي كده من التشيك بوكسز ممكن احطهم في ليست بوكس. والليست بوكس بيبقى ليها نوعين، يا اما في نوع بقدر اختار منه هنا على طول بكليك واحدة، يا اما بتقدر تعمل مالتي سيلكشن ان انت تدوس كليك وبعدين كنترول وتاخد الكليك التانية والتالتة وهكذا. فجي قال لك والله ده مش هاندي، يعني ده مش باين للمستخدم ان هو ممكن ياخد اكتر من سيلكشن، ده هم اتعودوا في الليست بوكس ان هو بياخد سيلكشن واحد. قال لك خلاص انا هعمل لك حاجه اسمها تشيك ذا ليست بوكس، بتبقى مبينه هنا ان انت ليك اكتر من اختيار تاخدهم في الوقت الواحد. لما جينا نعمل البرودكتس كان في هنا حاجه اسمها برودكت كاتيجوري، ما كنتش انا مدخل اي حاجه من دول، ولنفترض ان الحاجات دي كلها طبعا مش مناسبه ليك وانت عايز تدخل الكاتيجوريز اللي انت عايز. واحد هيقول لي يعني ايه برودكت كاتيجوري؟ يعني هقول له ايه، تعالى نتخيل ان انت زي راديو شاك كده او اي حته بتبيع كمبيوترات وبتبيع شاشات. الكمبيوترات دي في لابتوب، في بي سي، في مش عارف اي حاجه بقى، نوت باد، والشاشات في شاشه ال سي دي وفي شاشه ال اي دي. يبقى انا لما اجي اتكلم على الكاتيجوريز بتوع المحل بتاعي او الشركه بتاعتي هتبقى ايه؟ هيبقى عندي كاتيجوري في كمبيوتر وفي كاتيجوري في تي فيز او في شاشات. تحت الكاتيجوري بتاع الكمبيوتر ده ممكن يتفرع بقى اكتر من منتج، اكتر من شكل للمنتج ده، لابتوب، بي سي، نوت باد. فهو ده اللي بنسميه كاتيجوري، بيبقى عنوان بيشمل تحتيه اكتر من حاجة. ده شكل الكومبو بوكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. ده الكومبو بوكس اللي هو شكله هو مقفول كده وهو مفتوح كده. والكومبو بوكس ده هو احسن تعبير بقى على تجميع اكتر من اوبشن باتون وحطهم في مكان واحد، عمل كومباينيشن ما بينهم، زي الكومبو كده. انت بتاكل وجبة كومبو من ماكدونالدز بيبقى فيها اكتر من حاجة، عشان كده اسمها كومبو، لانها كومباينيشن من اكتر من حاجة مع بعض. فهنا ما بقدرش اخد السليكشن واحد، يبقى هنا ده احسن تعبير للكومباينيشن اوف راديو باتونز، وهو ده اللي هنتكلم عليه. الليست دي بقى هي مشكلتنا في السي ار ام، ان احنا عايزين ندخل المحتويات بتاعتها. سماها ايه في الفي تايجر؟ سماها البيك ليست. دي سماها البيك، وهنفتكر ان احنا في البرودكت كاتيجوري. البرودكت كاتيجوري ده موجود في انهي موديول؟ موجود في الموديول بتاع البرودكتس. فلو انا واقف على الهوم كده في العادي عايز افتح حاجه زي دي، دي ما بتتكلمش على داتا هدخلها للسي ار ام، ما بتتكلمش على اي موديول من الموديولز اللي قدامي دي، يبقى دي حاجه خاصه بالسيتنجز او بالكونفيجريشن بتاعه السي ار ام. فعندي هنا سايد منيو ممكن تبقى مقفوله عندك كده، وعندي هنا المين سكرين. المين سكرين دي فيها البيك ليست اديتور اللي انا محتاج ان انا اوصلها على طول. ممكن اوصلها من مكان تاني، من استوديو هلاقي هنا بيك ليست اديتور. في البيك ليست اديتور بقى ده حاجه من الكونفيجريشنز بقى اللي جوه الموديولز. انا قلت دي حاجه ملهاش علاقه باي موديول، هي الكمبيوتر كاتيجوري او اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي، اسف، البرودكت كاتيجوري دي ليها علاقه بالموديول بتاع البرودكتس، بس دي حاجه ملهاش علاقه بالداتا اللي بتخش الموديول دي، دي حاجه في الكونفيجريشن بتاع الموديول. يبقى انا هاجي من هنا واحدد الموديول بتاعي واللي هو البرودكت، هيفتح لي كل البيك ليست اديتور اللي فيه او كل الكومبو بوكسز اللي قدامي انا عايز منهم برودكت كاتيجوري. الفاليوز اللي عندي هي دي، بقدر اعمل سيلكت ان انا ادوس كليك هنا كده وكده انسيلكت. ممكن تمسح الفاليو دي تعمل رينيم ليها، يا اما ممكن تزود فاليو جديدة، يا اما ممكن تسيف لو انت غيرت في الاماكن كده ممكن تسيف الاوردر. طيب تعالوا نضيف فاليو جديدة، اد فاليو، ايتم فاليو، هنقول ايه، هتقسين بقى الكاتيجوري ده لمين؟ ممكن نقسين الكلام ده للسي اي او مثلا، سيف، هلاقي كمبيوترز نزلت لي هنا، نتخيل ان انت عايزها اول واحدة مثلا، ممكن نزل هاردوير تحتها،
وتقول له سيف اوضه. طب لو عايزين بقى نشوف الفاليوز دي assigned لمين، فالفاليوز دي مين اللي يقدر يشوفها او يستخدمها يعني يتعامل معاها؟ السيلز مانجر كمان، كل الناس، كل الناس بتقدر تاكسس. لو عايز تغير بقى في دي بقدر اعمل كده، بخلي مثلا لما ال purchasing manager يخش يعمل برودكت جديد، لما يدوس على البيك ليست دي ما يشوفش المنتجات اللي احنا معلمين عليه. ولو خدت بالك ان انا عشان اديت الكمبيوترز للسي اي او بس، شايف هو بس اللي واخدها، لكن لو كنت جيت هنا وجيت على كمبيوترز وقلت له عايزين نعلم عليها بس، نتأكد ان احنا معلمين عليها، يبقى عليها اللون الازرق ده، ونقول ايه assign value. تعال نديها لمين كمان، هي واخده ال CEO اصلا، نديها لل general manager، نديها لل sales manager، ونديها لل purchasing man. تعال نشوف save. لو جيت دلوقتي بقى على الكمبيوتر هتلاقي ال CEO واخدها، ال general manager واخدها، طب ال sales man مش واخدها لان احنا معلمناش عليه. لو انت فاكر، لو عايز تعلم عليه دلوقتي ممكن تدوس سي في. يبقى في اكتر من مكان ممكن اتحكم في الحاجه الواحده، بس ما تلخبطش نفسك بالحاجات دي، مش دلوقتي، لما الصوره كلها تكتمل الحاجات دي هيبقى ليها معنى بالنسبه لك.